السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل دورة بلندر بالعربي، وإن شاء الله هنمشي خطوة خطوة للناس اللي ما بدأتش معانا من الأول. هوضح بس نقطة صغيرة، إن إحنا عندنا ثلاثة أكسس. الأكسس اللي إحنا شايفينه قدامنا اللي هو الإكس اللي هو باللون الأحمر اللي هو موجود هنا، والأكسس التاني اللي هو لونه أخضر اللي هو بيمرمز له بحرف الواي، واللي هو ده، والاكسس الثالث اللي هو بيبقى حرف الزد. طيب احنا هنيجي نعمل ايه النهارده؟ كل حاجه بنعمله بندوس فايل نيو جنرال زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. هقفل دي خالص. احنا هنعمل كرسي، والكرسي ده احنا بنعمله هنشوف ونمشي بيه خطوه خطوه. هدوس هنا شيفت وايه زي ما اتعلمنا، او بدوس هنا اد مش واختار كيوب. اختصار بتاعها شيفت ايه واختار مش واختار كيوب. عشان اعمل القاعدة بتاعت الكرسي يبقى انا عايز اعمل سكيل، اخلي الجزء ده تبقى اللي هي الجزء ده، وراك ندوس هنا سكيل وهنتجه في اتجاه الزد كده. دي كده قاعدة الكرسي زي ما احنا شايفينها. طبعا بلف وانا دايس السكرول بتاع الماوس، وبدوس حرف الجي والزد عشان اطلع بيها لفوق زي ما احنا شايفين هنا، وبقرب السكرول وبدوس شيفت والسكرول وانا ضاغط عليه، وادوس على كابس لوك والسكرول علشان اقدر اعمل كده، وادوس السكرول اللي قدام عشان الزوم، والشيفت والسكرول عشان بس اشوف الشاشه كده عندي. ادوس تاب عشان ابقى في الايديت مود، وادوس حاجه اسمها كنترول بي اللي هي بيفل علشان اقدر اعمل الجزء ده كده، وانا واقف ادوس سكرول. السكرول لفوق بيعمل لي الشكل اللي قدامي ده، ودوست هنا اوكي، وبعد كده ادوس التاب وادوس كنترول اي علشان اعمل ابلاي سكيل. يبقى ده كده الشكل اللي ظاهر قدامي حاليا. يبقى دي القاعده بتاعه الكرسي. اعمل سكرول داون او زوم اوت، وادوس شيفت وايم وادوس مش واختار كيوب علشان اعمل رجل للكرسي، وبعد كده ادوس هندوس ايم سكيل و ال اكس كده عشان اشوف رجل الكرسي، وسكيل والواي علشان نعمل كده. وندوس جي والاكس عشان نروح بيها هنا، بعد كده ندوس كابس لوك والعجله ونيجي كده، بعد كده الجي والاكس عشان نيجي كده الاكس عشان نمشي في نفس اللاين، وادوس سكيل والاكس عشان نصغرها كده شويه كده. تمام كويسه. طيب ادي رجل منهم، وبعد كده هنروح طالعين هندوس هنا علامة الزال وندوس الفرونت، وبعد كده هاجي الجي والاكس هنا كده، وادوس الجي والزد عشان اطلع بيها لفوق تبقى كده، وادوس هنا جي والاكس عشان انزل بيها لتحت كده، وبعد كده اعمل كده اوكي. دي اللي هي يعتبر الرايت. ادوس جي والواي اجي اسف انا قصدي على دي الجي والواي، واجي بيها كده وندوس كابس لوك ونتحرك. تمام تمام خلاص اوكي. طيب انا دلوقتي دوست على الرجل دي، وعايز الرجل دي تبقى موجوده في الثلاث اماكن دول، دوست عليها. هاجي هنا موديفاير اد موديفاير جنريت ميرور، هدوس الاكس والواي وادوس هنا على علامه الاي دروبر كده، وادوس هنا كده خدهم لي كلهم مره واحده، وادوس هنا التاب، وبعد كده هدوس كنترول اي اسف التاب الاول
كنترول A ابلاي سكيل مود. وطبعا دي الرجل اللي انا شغالها، بدوست تاب اعمل هنا كابس لوك والزوم والشيفت والسكرول، وبعد كده سكرول كده والشيفت والسكرول زوم للسكرول بس، وبعد كده ادوس كنترول بي علشان اعمل البيفت زي ما احنا شايفين كده. خليها كده احسن، مش عايز انا اعملها الرجل دي كده، لا خليها كده. اوكي كده شكلها هيبقى ظريف كده، عملهم في الاربعه. طيب كده كويس جدا. هنيجي نروح عاملين شيفت A وهندوس مش ونختار كيوب، ونيجي ندوس الكابس لوك ونعمل كده مع السكرول طبعا، سكيل اكس ونعمل كده اوكي، وسكيل والواي ونعمل كده، وندوس كابس لوك والسكرول، وبعد كده الجي والزد فوق كده. طيب كويس، ندوس هنا الجي والاكس عشان نيجي كده. طيب طبعا ممكن اطلع الجي والاكس، نطلع فوق كده والجي والواي ونيجي كده. كويسه دي هنا. ممكن بقى قبل ما اعمل لها كوبي والكلام من ده اروح واخدها زي ما هي كده، واروح دايس كنترول ايه الاول ابلاي سكيل، وبعد كده ندوس هنا كنترول بي اسف انا عايز اخدها الايديت مود الاول، ونعمل شيفت ونقرب كده عشان نشوفها. كنترول في كنترول بي اسف، بنعمل كده عشان نشوف الشكل. هل كده ماشي؟ اوكي كده كويس، عملنا كده فيها بيفل اللي هي الشكل اللي احنا شايفينه ده. ونيجي هنا ندوس على حرف الزال وندوس التوب، اوكي انا ممكن اجي ده مش هتفرق، نيجي هنا ندوس كده. طيب لا خلاص، خلي بدل هو جاب هنا ده التوب عشان احنا شغالين كده مظبوط احسن، انا هاجي على دي وادوس هنا روتيت وادوس هنا 90، كانت 90 جالي كده، اعمل جي وفي اتجاه الواي فوق وجي في اتجاه الاكس كده، ادوس وبعد كده جي في اتجاه الواي نطلع بيها كده، هدوس هنا وادوس شيفت ودي وادوس حرف اتجاه الاكس كده، ادوس شيفت ار، وبعد كده انا ممكن هنا لو انا ادوس شيفت ار تاني واعمل لهم هنا جي موف لحرف للاكس كده. طيب وهنا جي في الفيو للكام، وبعد كده احنا لسه طيب جي السليكتد بورد. طب انا هنا عندي تمام، هاجي هنا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل المسند اللي هنا، هدوس كنترول او شيفت اسف وايه والكيوب سكيل في اتجاه الواي كده، سكيل في اتجاه الزد
جيم في اتجاه الزد، جي في اتجاه الواي، جي في اتجاه الاكس كده، طيب انا هنا عندي خليني كده اشوف، دي عندي الجزء الاول دي التوب، ادوس اف 2 هخليه هنا من الاول، ده كده واحد كيوب، الجزء اللي هو فوق ده اللي انا عايزه فوق، او هخليه زي ما هو، واخد ده اوكي واخد ده واخليه بس 0 0 عشان اخدهم كلهم، وبعد كده اروح معلمه وعلم دول كلهم، واعمل كده كليك يمين بيرنت الاوبجكت اللي هو ده الاوبجكت بتاعي، وانا كده الاوبجكت ده لو انا عملت هنا الجي الموف في للاكس ده كيوب، اوكي كنترول زد انا اسف، طب انا هعمل ده اف 2 عشان اخليهم كلهم بنفس الاسم كده 001 هينزل هنا تحت، طيب وعلمت ده كلهم وخليت هنا وبيرنت اللي هو ده، هدوس هنا جي وفي اتجاه الاكس يتحرك معايا الكرسي كله مره واحده، يبقى كده قدرت اعمل الحاجه اللي انا عايزها، ده بالنسبه للجزء اللي خاص بالكرسي. طيب هنيجي هنا وادوس على السهم ده وادوس فيس اورينتيشن، لما ظهر قدامي الرجل دي باللون الاحمر معنى كده ان الرجل دي او الرجول دي الفيس بتاعتها مختلفه عن الشكل، المفروض كلهم يطلعوا بالشكل الازرق ده، باجي انا هنا وده هم كلهم، بعد كده التاب، وبعد كده الاي، بعد كده هدوس شيفت ان كده خلاص عملهم كلهم الاتجاه بتاعهم، كده هيبقى الفيسز بتاعتهم كلهم مظبوطين، يبقى انا بعلم بكون في الاوبجكت مود، وبعد كده بدوس التاب برجع للايديت مود، بدوس حرف الاي شيفت ان راح قلبهم، وبكده كل الفيسز بتاعتهم كلها بقت مظبوطه، بدوس هنا تاب رجعت، وادوس هنا وانزل الفيس اورينتيشن ده بقى كده مش محتاجها، وبكده هنيجي بقى نشتغل ندوس شيفت واي وندوس بلين سكيل عشان نكبر، كبرنا الشكل قدامنا زي ما احنا كده شايفين، وادوس كابس لوك، واجي هنا تاب اخد الاوبجكت الايديت مود واختار هنا الايدج واختار الايدج ده وادوس الت دي وادوس اتجاه الاكس الزد سوري عشان ابقى ايه واخد الخلفيه بتاعتي من ورا كده عشان لما اجي اعمل زوم واجي اخد اللقطه بتاعتي اقدر اعملها. طيب في هنا حاجه عندي اسمها الفيو بورت شادنج، في عندي ديسبلاي الماتيريال بريفيو وهنا ديسبلاي ريندر بريفيو، خلينا ندوس هنا اول واحده ديسبلاي الماتيريال بريفيو، طيب هاجي هنا عندي هندس ايه على البلين، هندوس هنا على الماتيريال وقلت هنا نيو، وبعد كده هنا اختار اللون بتاعي زي ده زي ده كده كويس، وبعد كده هنا اجي على الكيوب هنا واختار النيو وادوس هنا واختار درجة الكرسي بتاعتي واخدها هنا او اللون واقول هنا
كوبي ماتيريال، وبعد كده ادوس هنا نيو، وبعد كده بيست ماتيريال، اخترت هنا نيو، بيست ماتيريال، اخترت التانية نيو برضو، بيست ماتيريال، هنا نيو، بيست ماتيريال، نيو بيست ماتيريال، نيو بيست ماتيريال، كده نيو بيست ماتيريال. الكاميرا عشان ادخل في الكاميرا بدوس زيرو عشان اشوف الشكل بتاع الكاميرا بتاعتي عامل ازاي، ولو انا عايز اخد اي زاويه تاني مش عاجبني زاويه الكاميرا وعايز اخد الزاويه دي هدوس تاب طبعا، مثلا عايز اخد الزاويه دي هدوس مثلا كنترول والت وزيرو، بس ممكن ارجع كده ورا سنه، ممكن ارجع كده سنه، كنترول والت وزيرو، وادوس اف 12 عشان الشادنج، قصدي اسف عشان البريفيو او الريندر. كده ده شكل الكورس بتاعي. لو انا عايز افتح الالوان ممكن اقدر افتح الالوان، اجي هنا على البلين، اسف على الكيوب، دي هنا الماتيريال. طيب نرجع هنا الاوبجكت مود، طبعا دي الاضاءه وده هنا، اجي على ده الاضاءه مثلا دي انا شايفها انها مثلا مش عاجباني عايز افتحها مثلا شويه، اعمل كده، وعايز اغير شكل زاويه الكرسي دو الت وزيرو، زيرو زيرو كده، وادوس هنا اف 12، اعمل ده كده برضو لحد ما اخد الزاوية اللي انا عايزها. لا كده كده الزيرو ده الشكل، بس انا مش عايز الشكل ده، انا عايز ارجع كده سنة لورا واخدها كده اف 12 تاني، عايز انزل بيه سنه لتحت، اطلع كده كنترول والت كده الزيرو وزيرو تاني اف 12، عايز اجي بيه كده سنه كنترول لسه برضو اجي بيه كده كنترول والت زيرو، وادوس الزيرو عشان اخد الكادر بتاعي. ده كده الشكل الكرسي بتاعي. اعتقد ان الالوان متناسقه كويسه، حتى الظل بتاعي. حاجه تانية هتكلم عليها اخيره وهي الاضاءه. الإضاءة بتاعتي هنا لو احنا شايفينها، أنا هنا عندي عاملها 1000، لو أنا عايز أزود الإضاءة بتاعتي دي وأخليها 5000، بص الإضاءة هنا عاملة إزاي، عملت كده ريندر جالي اللون عامل إزاي، الإضاءة عشان الإضاءة عالية. لكن لو أنا جيت هنا عملتها مثلا نفترض عملتها 500 وعملت كده اف 12 ريندر، الإضاءة اختلفت على حسب الإضاءة اللي احنا عايزينها. بنقدر لو انا عملت كده اف 12، انا ممكن الحته دي بس اطول فيها شويه لان الحته دي مهمه جدا عندنا كلنا، من غير الريندر مش هتقدر تاخد الشكل اللي انت عايزه للكرسي بتاعك او للشكل بتاعك كده. لا لو انا عملت كده كده في الجزئية دي اخد شيفت، يبقى انا ارجع بده كده الكرسي
كنترول شيفت، ارجع تاني بالكرسي كده واقدم في النص، وارجع تاني بشيفت كده كده بقى في النص اف 12، وده كده شكل الكرسي بتاعي. لو انا عايز اغير الاضاءة بتاعتي دي جي، واقول مثلا في اتجاه الاكس كده، بصوا دوست اف 12، ادي شكل الكرسي بتاعي. ولو انا عايز ارجع تاني اجيب دي الجي في اتجاه الواي وجبته كده واف 12، ادي شكل الاضاءة بتاعتي على حسب ما انا عايزها، هل انا عايزها كده ولا عايز ارجعها كده لفوق كده اف 12. انا شايف دي كويسة جدا. لو انا عملت كده كنترول زد اف 12 مش وحشة، وانا خليتها كده، او لو انا خليتها الجي في اتجاه الاكس زي ما احنا عاملينها كده شوية عشان اكننا بنبين الشادنج بتاعنا. اعتقد كده ده افضل حل لينا لحد دلوقتي، مش عايز اطول فيها، ولكن لازم نكون عارفين ان حاجتين بتعتمد عليهم او بيختلف من شخص لاخر او من ديزاينر او من مصمم لمصمم، الالوان والرندر بتاعك والاضاءه. هل الاضاءه انت عايز تعملها ايه؟ طبعا في اضاءه زي ما احنا عارفين الاضاءه، في عندي البينت وفي عندي الصن اشعه الشمس، انا عايز اخليها سبوت او اعملها اريا، على حسب ما انت عايز بتقدر تعملها. انا طبعا اخترت اللي هي الاضاءه اللي هي العاديه دي، وزي ما قلنا عشان ندخل في كادر الكاميرا زيرو اف 12 ريندر. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس بتاع النهارده في يعني استفاده ليكم كلكم. لو حد عنده اي استفسار اتمنى يكتبه، حد عنده اقتراح يكتب كومنتات. طبعا بالنسبة لموضوع الشخصيات مش طبعا مش هبدأ فيها خالص دلوقتي، هنطول شوية لحد ما ايدنا تاخد على الشغل، علشان موضوع الشخصيات موضوع محتاج ممارسة كتير عشان تقدر تحفظ ازاي تعمل كل الامكانيات اللي البرنامج بيستخدمها عشان تقدر توصل للمستوى الادفانس من الشخصيات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.